نهني الأمة الإسلامية بمناسبة قدوم العيد عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يعيد علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير ونمين بالبركات، وإن شاء الله عيد خير وبركة على الجميع. هاي العيد هو مناسبة حلوة لأن العوائل شوية ترفع عن نفسها، تطلع الأماكن السياحية، وكذلك الذهاب في سفرات والمعادات الأهل والأصدقاء. العيد عامة يبدي بالبداية بزيارة الأقارب والعادات القديمة لأهل تكريت. صباح أول يوم العيد زيارة المقابر، فزيارة المقابر صارت عادة عند جميع أهالي صلاح الدين عموم العراق، هو وزيارة الأقارب كذلك حلوة. من أنت أيام العيد أول يوم العيد زور أقاربك الغايب عنهم، لما تحكي وياه صالحة يعني حلوة. هو هذا العيد يلم شمل جميع الأسر العراقية. أكيد نقدم تهاني يعني للشعب العراقي وخاصة كردستان الحبيبة اللي عاوتنا يعني من 2014 لحد هسه. أكيد مصايف و يعني مكانات حلوة فاملي، يعني نفطر بهالأماكن الحلوة. أمنياتي إن شاء الله رب العالمين يوفق الشعب العراقي جمعا ويأمن الأمن والأمان إن شاء الله لكل العراقيين. والله لاحظنا هذا بصراحة، يعني أنا بصراحة تقريبا صار لي أكثر من سنتين ما جاي لأربيل، وآخر سفرة شفتها تختلف عن السفرة الحالية. ما شاء الله، يعني ما شاء الله على البنى العمرانية. أشوف أنه هي متوجهة سياحيا، حتى هسه أنا والشباب جاي نمشي ونشوف أنه أكو براندات حقيقية موجودة، تحس أنه فعليا متوجهة اقتصاد ومتوجهة على عمل إن شاء الله قادم. وبإذن الله إن شاء الله الله يديم الناس هنا ويديم على الخير على كل الشعب العراقي. والله هي بين يعني بين القديمة وبين الحديثة. الطقوس القديمة في بعض المناطق الشعبية حلوة، تروح تشوف يعني تستمتع بأجواء العيد، أكو صلاة العيد تصير يعني على بالجوامع، زيارات للأهل يعني والأصدقاء بصورة كلش مستمرة. والله شوية حسب العيد، يعني عيد الفطر تختلف أكلاته على عيد الأضحى. عيد الأضحى بالعادة معظم الناس يعني بأضحية العيد تسوي المشاوي الصبح، نسميها المعلاق او التكه، وبعض الاحيان كاهو قيمار. بعيد الفطر يختلف شويه، هناك بعض الناس تاكل مصموطه اللي هو السمك المجفف. فبالنسبه لعيد الاضحى قلت لك يعني هسه احنا بالنسبه لوضعيتنا كاصدقاء ناخذ شو اسمه الاعضاء مال الاضحيه، يعني المعلاق التكه، وتقريبا تبقى يعني هاي الاكلات الصبح تصير. بصورة عامة هي عادات إيجابية، يعني شيء حلو طقوس، يعني احنا متوارثيها انه تكون زيارات للأهل للأقارب للأصدقاء. إذا واحد زعلان على واحد يطيع عليه فالأمور حلوة يعني إيجابية. بالبداية انه لازم نسلم على الأهل، بعد هي نزور الأقارب والأصدقاء، وبعد ناخذ لنا فجولة سياحية.